دلوقتي هنبتدي في الجزء بتاع الدبل انتجريشن. طيب انا الدبل انتجريشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عندي دبل انتجريشن بالمنظر ده، بعمل الانتجريشن بتاعي على ريجن، يديني جوه الريجن ده بيبقى عندي الفانكشن بتاعتي اللي هعملها انتجريشن، تبقى عباره عن فانكشن متكون من اكس وواي، شكل الفانكشن ايه على حسب المساله بتاعتي. بعمل الانتجريشن ده على اريا، الدي اي دي بحددها على حسب شكل الكيرف بتاعي، عندي ليها شكلين، يا اما انا بشتغل الايكويشن بتاعتي اللي هعملها انتجريشن بتبقى دي اكس دي واي، يعني هعمل الانتجريشن اكس الاول بعد كده واي، يا اما ممكن العكس دي واي دي اكس، وهنشوف ازاي بحددهم وازاي هعمل الانتجريشن اكس الاول وبعد كده واي او العكس. تاني جزء لو انا عندي شكل الكيرف بتاعي عباره عن سيركل، بيبقى دي اي عباره عن R دي R دي سي، ده بيبقى شكل الاثنين فاريبل بتوعي اللي انا هعمل عليهم الانتجريشن. طيب لو جينا للجزء الاول، لو انا بعمل انتجريشن بالنسبه للاكس والواي او دي واي دي اكس، هحدد ازاي ان هي هبتدي اعمل انتجريشن الاكس الاول ولا الواي الاول. لو انا تخيلت ان انا الاريا بتاعتي شكلها عامله كده، لو انا قطعت في الجسم بتاعي الاريا بتاعتي قطعت فيها بالطول، يبقى انا كده هبتدي اعمل انتجريشن الواي الاول بعد كده الاكس. ليه واي؟ عشان الاريا اللي انا اخدتها والسكشن اللي انا اخدته ده بارل المحور واي، يبقى انا كده ابتدي اعمل انتجريشن الواي الاول بعد كده الاكس. لو انا قطعت في الجسم بالمنظر ده، يبقى انا كده هعمل انتجريشن الاول بالنسبه للاكس بعد كده الواي. طيب لو انا بتكلم على نفس الاريا، عايز اعرف مين فيهم اللي صح، مين اللي هبتدي اعمله الاول، اذا كان واي ولا اكس. فانا لو بصيت، لو على اول شكل عندي وانا اخد الشريحه بتاعتي واي، فانا الليمت بتاعت الاريا بتاعتي منين؟ ببتدي من الشمال لليمين، فبمسك بدايه الاريا او بدايه الشريحه بتاعتي ونهايه الشريحه بتاعتي. لو انا مسكت بدايه الشريحه بتاعتي من اول نقطه عندي في الاريا لحد اخر نقطه عندي في الاريا، لو ماشي على نفس اللاين او ماشي على نفس الكيرف او ليها نفس المعادله، يبقى بدايه الشريحه بتاعتي كده صح. هبص على نهايه الشريحه، فانا عايز اتحرك من النقطه دي للنقطه دي، بس هتحرك ازاي؟ انا عايز اتحرك من فوق، فهبص لو مشيت على كيرف واحد او معادله واحده يبقى انا ماشي صح. فانا لو بصيت انا عايز اتحرك من النقطه دي اروح للنقطه دي، وانا ماشي جيت عند النقطه دي رحت ماشي على كيرف تاني، يعني مشيت من معادله رحت لمعادله تانيه، يبقى انا الشريحه اللي انا اخدها كده غلط. لازم بدايه ونهايه الشريحه كل واحده فيهم تمشي على معادله واحده او كيرف واحد. طيب لو جربنا نفس الكلام هنا على نفس الاريا، لو انا اخدت شريحه اكس يبقى الليمت بتاعي من تحت لحد فوق، هبتدي امسك بدايه الشريحه. لو بصيت على بدايه الشريحه، لو انا مشيت من تحت لحد فوق يبقى انا كده ماشي على كيرف واحد. طب نهايه الشريحه نفس الكلام، هلاقيها ماشيه من تحت لحد فوق على كيرف واحد، يبقى انا الاريا دي مش هينفع ابتدي غير بدي اكس وبعد كده اعمل انتجريشن الواي، يبقى لازم ابتدي اعمل انتجريشن الاكس الاول بعد كده الواي. هنجيب الليمت بتاع الاكس والواي ازاي هوريها لكم في المثال. طيب لو انا تخيل ان شكل الاريا بتاعتي بالمنظر ده، عندي تريانجل وفي عندي انجل فيها 90. طيب لما اجي عايز احدد اذا كنت اخد شريحه واي ولا اخد شريحه اكس، هحددها ازاي؟ هنجرب. لو انا اخدت شريحه اكس يبقى الليمت بتاعها هبتدي من تحت لحد فوق، دي بدايه الشريحه، هلاقيها ان هي من تحت لحد فوق ماشيه على لاين واحد، يعني ليهم نفس المعادله. طيب نهايه الشريحه من تحت لحد فوق برضه نفس الكلام، ماشي على كيرف واحد او معادله واحده، يبقى نهايتها صح. يبقى بدايه ونهايه الشريحه كل واحده فيهم ماشي على معادله واحده، يبقى احنا كده لازم ابتدي اعمل انتجريشن الاكس الاول بعد كده الواي. طيب لو كنا على نفس الاريا جربنا ان احنا ناخد شريحه واي، يبقى الليمت بتاعي من الشمال لليمين، هبتدي دي بدايه الشريحه ودي نهايه الشريحه. طيب من الشمال لليمين لو بصيت، لو انا اللي بتحرك بتحرك من النقطه دي للنقطه دي على نفس الكيرف او على نفس اللاين، يبقى بدايه الشريحه برضو صح. طب نهايه الشريحه بتاعتي برضو بتحرك من هنا لحد هنا على نفس الخط، يبقى انا نهايه الشريحه صح. يبقى انا اريا زي دي ممكن اخد شريحه اكس وممكن اخد شريحه واي، يبقى انا عندي مسائل ينفع اخد فيها شريحه اكس وشريحه واي. اي حد عايز يجرب اكس او واي مش هتفرق، لكن مساله زي دي لازم الاول احدد اذا كنت هاخد اكس او واي. طيب لو جالي الكيرف بتاعي بالمنظر ده وانا عايز اخد فيها شريحه فمش عارف اخد اكس ولا واي، هنجرب. لو انا على نفس الاريا، لو اخدتها واي ولو اخدتها اكس، طيب لو اخدتها اكس يبقى الليمت بتاعي من تحت لحد اخر نقطه عندي في الاريا اللي هي اللي فوق. طيب لو بصينا دي كده بدايه الشريحه ودي نهايه الشريحه، طيب ما هي بدايتها من تحت لحد فوق ماشي على كيرف واحد.
دي ما فيهاش مشكلة. طب نهاية الشريحة ما هي من تحت لحد فوق وبرضه ماشي على كيرف واحد، بس لو خدت بالي نهاية وبداية الشريحة الاتنين على نفس الكيرف، يبقى أنا ما ينفعش آخد شريحة إكس. طيب لو جربنا هنا، دي بداية الشريحة بتاعتي ودي نهاية الشريحة بتاعتي، الحدود بتاعتها والليمت بتاعها من الشمال لحد اليمين. طيب بداية الشريحة لو أنا بتحرك، أنا بتحرك من النقطة دي رايح للنقطة دي، يبقى أنا بتحرك على لاين واحد، يبقى الشريحة بتاعتي هنا صح. يبقى بداية الشريحة ماشية من النقطة دي لحد النقطة دي اللي هي من بداية الأريا لحد نهاية الأريا، ماشية على كيرف واحد أو لاين واحد. طيب نيجي من فوق على نهاية الشريحة، يعني بتتحرك عندي من هنا لحد هنا على كيرف واحد، يبقى أنا هنا لازم آخد شريحة واي، لأن نهايتها وبدايتها كل واحد فيهم بيتحرك على معادلة واحدة. ده كده بالنسبة ازاي أحدد أعمل انتجريشن الإكس الأول ولا الواي الأول. طيب لو جينا نتكلم بقى على موضوع السيركل اللي هي بتكلم اسمها بولر كوردينيت. طيب بيبقى الشكل عندي ايه؟ انا عارف ان رسمة السيركل بتاعتي بيبقى منظرها كده. طيب انا بقول الانتجريشن بتاعي المفروض هنا هيبقى عندي فانكشن في اكس وواي، وبعمل انتجريشن على الريجن اللي هو هيبعطيها لي دي اي. طيب الدي اي دي اللي احنا كتبناها في حالة السيركل هتبقى ار دي ار دي سيتا. طيب عايز اعرف ار دي ار دي سيتا دي انا بحددها ازاي وهجيب الليمت بتاعها ازاي. لو رسمناها هنا فين؟ ادي السيركل بتاعتي عشان تبقى باينه، وعايز اعرف دلوقتي دي اي ان هي عباره عن ار دي ار دي سيتا. طيب هي ليه اخدت ار وليه بتكلم على السيتا؟ لو انا بصيت اي نقطه عندي هنا اللي بيتغير فيها ايه؟ يعني الفرق ما بين نقطه هنا ونقطه هنا او نقطه هنا. النقطة دي والنقطة دي فرق ما بينهم ايه؟ ان انا هنا ليها radius اللي هو radius بتاع السيركل بتاعتي، لكن هنا radius بتاعها هيبقى بزيرو. طيب النقطة دي هيبقى ليها قيمة مختلفة للار وهيبقى كمان ليها انجل. يبقى انا كل بوينت بتختلف عن التانية في ايه؟ بيختلف فيها قيمة الار بكام وقيمة السيتا بكام. عشان كده هم دول الاتنين فاريبل المتغيرين عندي لو انا بتكلم ان الكيرف بتاع سيركل او سفير او سلندر. طيب لما اجي احدد الليمت بتاعها، لو انا عندي هنا الفانكشن بتاعتي اللي هي اكس وواي وانا عايز اشوف الليمت بتاعهم بجيبهم ازاي. طيب انا لما اجي بعمل انتجريشن بعمله ازاي؟ الليمت اللي جوه ده بيبقى بتاع الار، يبقى بشوف الرينج بتاع الار من كام لكام. طيب والليمت بتاع السيتا هو اللي هيكون بره. طيب بحدد الليمت بتاع الار ازاي؟ انا على حسب السيركل بتاعتي، انا الايكويشن بتاعت السيركل بيبقى شكلها كده اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال ار سكوير. الفاليو اللي بره دي قيمه الار سكوير، هشوف الار بتاعتها هتطلع عندي بكام. لو انا عندي سيركل واحده يبقى الليمت بتاع الار بتاعتي من 0 لحد ار. طيب لو انا عندي اثنين سيركل جوه بعض، يعني عندي ادي سيركل وعندي كمان سيركل ثاني، يبقى ساعتها الليمت بتاعي هيبقى من ريديوس صغير لريديوس كبير. يعني لو سميت ده ار واحد يبقى الثاني ده ار اثنين، يبقى ساعتها هعمل الانتجريشن بتاعي من ار واحد لار اثنين. لكن لو انا بتكلم على سيركل واحده اللي هي اللي قدامنا دي، يبقى انا الليمت بتاعي هيبقى من 0 لحد ار، ده الرينج بتاعي اللي بيتغير فيه الار، بيبقى من 0 لار. طيب بالنسبه للسيتا، لو انا بصيت على شكل الدايره اللي عندي السيركل اللي عندي هلاقي عندي ان انا الرينج بتاع السيتا كده كده هنا ببتدي ان الانجل بتاعتي ب 0، هنا بوصل ان هي باي اوفر 2 تبقى هنا باي، بعد كده هنا 3 باي اوفر 2، بعد كده برجع تاني تبقى 2 باي. انا لما اجي بحسب الرينج او الليمت بتاع السيتا بحسبه ازاي؟ اي سيركل بتلف كده، ما ينفعش اخدها العكس، فبيبقى الليمت بتاع السيتا بتاعتي باخده على حسب الرينج او الجزء الريجن اللي انا اخدها من السيركل هي اللي بشوف الليمت بتاعها. يعني مثلا لو انا اخدت ان الرينج بتاعي اللي هو الربع ده، يبقى الليمت بتاع السيتا هيبقى من 0 لحد باي اوفر 2. طيب لو كنت اخدت الهاف سيركل اللي فوق، يبقى الليمت بتاع السيتا من 0 لحد باي، يبقى على حسب الريجن اللي انا بحددها بحدد الليمت بتاع السيتا. طيب تعالوا بقى نشوف اكزامبل على الموضوع ده عشان نفهم الفرق، بحدد ازاي الليمت بتاع الاكس والواي لو المساله الكيرف بتاعي بيبقى شبه اللي احنا كناه في الاول، يا يعني اما لو المساله بتاعتي فيها سيركل او فيها سفير. طيب ده الاكزامبل الاولاني، هو بيقول لي عايز احسب ايه؟ اعطيني انتجريشن بالمنظر ده، بيقول لي الانتجريشن بتاعه عباره عن دبل انتجريشن، الفانكشن بتاعتي اكس بلس واي
دي ايه؟ يبقى هو مش محدد لي دي ايه، دي هتكون سيركل ولا هتكون مسألة عادية اللي هي كارتيزيان اللي هي اكس واي؟ ده هيكون على حسب الكيرف اللي عطوه لي. طيب الكيرف اللي هو عطوه لي هنا الاكس هنا الواي، شكل الكيرف بتاعي بيبقى عندي لاين، الايكويشن بتاعته تبقى واي ايكوال اكس، تمام؟ واعطيني الكيرف التاني بالمنظر ده، الايكويشن بتاعته واي ايكوال اكس سكوير، تمام؟ طيب هو اعطيني ايه في المساله؟ اعطيني الليمت بتاعي هنا من 0 0 لحد 1 1. طيب انا اي بوينت بكتبها عندي بيبقى الليمت بتاعي لما يجي يتكتب بيبقى اكس واي ودي اكس واي. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي اعمل انتجريشن، فانا اللي باين عندي ان دي مش سيركل، لان دي مش ايكويشن سيركل، عشان احنا قلنا ان الايكويشن بتاعت اي سيركل بيبقى شكلها كده، لازم اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال كونستنت، الكونستنت ده اللي هي قيمه ار سكوير. طيب هبتدي عايز اشوف هنا انا هعمل الانتجريشن بتاعي هاخد شريحه واي ولا اخد شريحه اكس؟ طيب دي هنحددها ازاي؟ لو جينا نجرب، هجرب في المساله، لو انا اخدت شريحه بالطول يبقى انا كده بقول له ان انا عايز اعمل انتجريشن واي الاول عشان دي كده شريحه واي بعد كده اكس. طيب عايز اتاكد ان الشريحه اللي انا اخدها كده صح ولا غلط، هعمل ايه؟ هبص على الليمت بتاعها، الليمت بتاع اي شريحه واي بيبتدي من الشمال لليمين، دي اول نقطه عندي ودي اخر نقطه عندي في الاريا بتاعتي. طيب لو بصينا على بدايه الشريحه دي كده بدايه الشريحه بتاعتي ماشيه من الشمال لحد اليمين على كيرف واي اللي هو معادلته واي ايكوال اكس سكوير. طيب نهايه الشريحه عندي ماشيه برده من الشمال لحد اليمين على معادله لاين واحد اللي هي الواي ايكوال اكس. طيب يبقى انا الشريحه اللي انا اخدها كده صح، يبقى انا لما اجي اعمل انتجريشن للاريا اللي عندي اللي هي اكس بلس واي يبقى كده هقول ان انا هعمل انتجريشن واي الاول بعد كده الاكس. طيب عايزين نبتدي نعمل ايه؟ عايز احط الليمت بتاع الواي والليمت بتاع الاكس، الليمت اللي جوه ده بتاع الواي، الليمت اللي بره ده بتاع الاكس. طيب الليمت بتاع الواي بجيبه بكام؟ غالبا معظم المسائل ان الليمت اللي جوه ده بيبقى ايكويشن، وعلى طول لازم الليمت اللي بره ده بتبقى ارقام عشان لازم في الاخر اطلع قيمه الاريا عندي بكام. طيب بحسبه ازاي؟ دي الدي واي مش دي الشريحه بتاعتي، ببص على بدايه الشريحه ونهايه الشريحه، بدايه الشريحه ابتدت من عند الكيرف ده معادله الواي في بكام؟ هلاقي ان الواي ايكوال اكس سكوير، يبقى انا ابتديت من تحت من عند الواي ايكوال اكس سكوير. طيب ونهايه الشريحه اللي فوق دي انتهت هنا عند الواي بكام؟ الواي ايكوال اكس. يبقى انا بجيب الليمت بتاع الواي ازاي؟ من الشريحه اللي انا اخدها، الشريحه دي ممكن ارسمها في اي مكان في الاريا. فانا بصيت لقيت بدايه الشريحه بدا من عند واي ايكوال اكس سكوير وانتهت عند الواي ايكوال اكس، يبقى ده الليمت بتاع الواي. طب ليمت الاكس بجيبه منين؟ بجيبه من على محور اكس. ازاي؟ ببص على الاريا بتاعتي بشوفها ابتدت من عند الاكس بكام وانتهت عند الاكس بكام. لو بصيت انا كده كده ابتديت من هنا، ده النقطه بتاعتي اللي هي 0 0 فابتديت من عند الاكس ب 0. طب انتهيت هنا عند الاكس بكام؟ دي اخر نقطه عندي. لو بصيت اخر نقطه عندي ب 1 1 يعني قيمه الاكس بكام؟ ب 1. يبقى انا اخر ليميت للاكس عندي هنا هيبقى ب 1. هبتدي اعمل انتجريشن عادي، هبتدي اعمل الانتجريشن اللي جوه الاول بعد كده الانتجريشن اللي بره. طيب لو جينا نشوف الانتجريشن اللي جوه ده هيتعمل ازاي؟ يبقى انا اللي بره ده هكتبه زي ما هو، عندي الليمت بتاعي من 0 ل 1 دي اكس. اللي جوه ده هعمله ازاي؟ كل الانتجريشن ده هعمله بالنسبه لواي. طيب انتجريشن اكس بالنسبه لواي هتبقى اكس واي بلس انتجريشن واي بالنسبه لواي هتبقى واي باور 2 اوفر 2. ده كده انا عملت انتجريشن بالنسبه لواي، فاضل كمان ايه؟ عندي الليمت بتاع الواي، يبقى انا هاجي على ده هحط الليمت بتاعي اللي هو من اكس سكوير لاكس. طيب احنا في الانتجريشن عادي بنعمل ايه؟ بعوض بالليمت اللي فوق عن كل واي ماينس لما اعوض بالليمت اللي تحت. فبقى شكل الانتجريشن بتاعي ايه؟ ادي من 0 ل 1 هعوض عن كل واي باكس يبقى كده اكس سكوير بلس هعوض عن واي باكس يبقى اكس سكوير اوفر 2 ماينس لما اعوض باللي تحت عن كل واي يبقى عندي اكس باور 3 بلس هنا اكس سكوير باور 2 يبقى اكس باور 4 اوفر 2. كل الانتجريشن ده بالنسبه لاكس. هبتدي اعمل له انتجريشن فاضل بالنسبه لمين؟ لاكس. لما اجي اعمل له انتجريشن هعمل انتجريشن عادي، يبقى الليمت بتاعي من 0 ل 1 انتجريشن اكس سكوير يبقى اكس باور 3 اوفر 3 بلس اكس باور 3 اوفر 3 وانا عندي ده اوفر 2 ماينس
هعمل انتجريشن لدي بإكس باور 4 أوفر 4 بلس إكس باور 5 أوفر 5 تايمز 2. آخر حاجة هعوض عن كل إكس بالليمت اللي عندي اللي هو من 1 لحد 0. لما أجي أعوض بالليمت هيبقى 1 أوفر 3 بلس 1 أوفر 6 ماينس 1 أوفر 4 بلس 1 أوفر 10. تمام؟ طبعا لما أجي أعوض عن كل إكس هنا بـ 0 هتلاقي الترم راح، يبقى ده آخر الإيكويشن بتاعه. طيب دي لو جربنا ان المساله بتاعتي كارتيزيان، يعني الايكويشن او الكيرف بتاعي عباره عن اكس وواي يعني ما فيهوش صفر. طيب لو جربنا مساله ثانيه يبقى فيها جزء صفر هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هو هيجي في الاول يقول لي يوز بولر to evaluate واعطيني شكل الانتجريشن عبارة عن double integration e power negative x square minus y square d a. بيقول لي الانتجريشن ده بعمله على region، الريجن اللي اعطيه لي او الاريا اللي انا هعمل عليها انتجريشن شكلها عامل كده. عندي ده x ودي y، شكل الريجن بتاعتي بالمنظر ده. تمام؟ كاتب عندي في الريجن بتاعتي الليمت بتاعي هنا 0 0، هنا عندي 2 و 0 اعطيني هنا 0 و 2. تمام؟ وبيقول لي ان هنا الريديوس بتاعي ايكوال 2 وكاتب ان دي الريجن بتاعتي. طيب تعالوا بقى نشوف الانتجريشن في الحالة دي هنحسبه هنا ازاي. هنا المسائل بتاعت السيركل بتبقى اسهل بكتير من المسائل التانية لان هنا مش محتاج احدد انا هاخد شريحة بالنسبة لإكس ولا الواي. طيب لما اجي اعمل لها انتجريشن هبتدي ازاي؟ ادام الشكل اللي عندي ده جزء من سيركل، ولو انا مش عارف ان هو جزء من السيركل هو اعطيني بيقول لي ان الريديوس ايكوال 2، يبقى اكيد المسألة اللي عندي دي سيركل، يبقى انا لازم اخلي المسألة دي كلها على شكل R و C. طيب هنعملها ازاي؟ انا عارف ان الايكويشن بتاعت السيركل شكلها كده ان x square plus y square equal r square، دي اول ايكويشن. طيب افرض انا جوه الانتجريشن عندي هنا في x او في y وانا عايز احولهم ل R و C، فبحولهم ازاي؟ كل واحده فيهم ليهم ايكويشن، ان x الايكويشن بتاعتها R كوزين ثيتا، نفس الكلام ال y الايكويشن بتاعتها R ساين ثيتا. لو حابين نعرف منين، انا بتخيل ان انا جوه السيركل اكن ده عندي تريانجل، ده شكل التريانجل بتاعي، يعني دي السيركل بتاعتي وانا عندي ده الريديوس وانا عملت اسكوت كده، فده بقى الواي ودي الاكس وهنا عندي السي. لو حاجه اشتغل انا عايز اشوف الاكس هتطلع بكام من التريانجل ده، حاليا الاكس بتساوي ار كوزين ثيتا، لو عايز اجيب الواي هتبقى الواي بتساوي ار ساين ثيتا. طيب دول اول حاجه. نفس الكلام لو انا عايز اشيل دي، قلت هشيلها واحطها بار دي ار دي ثيتا، يبقى انا هنا لازم اخلي المساله كلها ايه؟ ار دي ار دي ثيتا. طيب تعالوا واحده واحده نفكر في الانتجريشن. انا عندي دلوقتي اي باور نيجاتيف اكس سكوير ماينس واي سكوير دي ايه، عايز اخلي المساله كلها صفر. لو بصيت عليها انت خلاص هتشيل دي ايه وتخليها ار دي ار دي ثيتا. طيب فاضل الجزء اللي فوق ده، عايز افكر فيه اعمل فيه ايه؟ لازم اخليه ار وثيتا. طيب لو بصينا على الايكويشن دي، ما انا عندي هنا اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال ار سكوير. طيب ما احنا لو جينا في الترم ده وفكرنا ان احنا ناخد النيجاتيف كومن، مش هيتفضل اكس سكوير بلس واي سكوير؟ طيب ما انا اكس سكوير بلس واي سكوير في الايكويشن الجنرال بتاع السيركل ان هي بتساوي ايه؟ ار سكوير. يبقى انا ممكن اجي في الترم ده بعد ما اخدت النيجاتيف كومن يبقى عندي ار سكوير، يبقى ده شكل المساله بتاعتي. بقى عندي هنا المساله حولتها بقت ايكويشن او فانكشن في ار وسيت، فاضل كده اجيب الليمت بتاع الار واجيب الليمت بتاع السيت. هجيبه منين؟ هو عاطيني جزء من الدايره، هنشوف منه هحسب السيتا ازاي والار ازاي. ادام هنا هو عاطيني جزء واحد من الدايره مش عاطيني اتنين سيركل جوه بعض، يبقى الليمت بتاع الار ببتدي من 0 لحد الار اللي عطاه اللي هي 2، يبقى الليمت بتاعي من 0 ل 2، ده الليمت بتاع الار. طب الليمت اللي بره ده بتاع السيتا، احنا عارفين ان الدايره بتلف كده، ده شكلها.
انا هنا ببتدي 0، باجي هنا باي اوفر 2، هنا باي، وهكمل لحد ما اوصل ل 2 باي. طيب انا كده بقسم اول ربع، يبقى الليمت بتاع الثيتا بتعمل كام لكام؟ لو بصيت هلاقي بادئ من 0 لحد ما وقفت هنا اللي هي من 0 لحد باي اوفر 2، يبقى الليمت بتاع الثيتا بتاعي من 0 لباي اوفر 2. طيب هبتدي اعمل الانتجريشن ده، نعمله هنا. لو جينا فكرنا في الانتجريشن ده بقى شكله عامل ازاي؟ انا عندي هنا بقى شكلها عشان تبقى واضحه، دي من 0 لباي اوفر 2، والليمت بتاع الار من 0 ل 2، وعندي هو اي باور نيجاتيف ار سكوير ار دي ار دي سي. طيب يبقى انا هعمل الانتجريشن اللي جوه الاول. طيب احنا لما كنا بنيجي نعمل انتجريشن للاكسبوننشال، كان الانتجريشن بتاعه عشان اعمله لازم يكون عندي دريفت بالباور. لو عملت دريفت لنيجاتيف ار سكوير الدريفت بتاعها بكام؟ نيجاتيف 2 ار. طب انا عندي هنا ار، فاضل كام عشان اقول اللي هنا ده دريفت بالباور؟ يبقى انا هزود نيجاتيف 2 وهقسم بره على نيجاتيف 2. يبقى الانتجريشن بتاع اول جزء هيبقى عندي بره نيجاتيف هاف، الليمت بتاع الثيتا انا ما جيتش جنبه، هعمل بس الانتجريشن اللي جوه. ادام عندي الدريفت بتاع الباور بتاع الاي، يبقى الانتجريشن بتاعي الاي تنزل زي ما هي. كده اللي فاضل اعوض عن كل اور باللي فوق ماينس لما اعوض باللي تحت. طيب بقى شكلها ازاي؟ ادي نيجاتيف هاف من 0 لباي اوفر 2. لما اجي اعوض عن ار بالليمت اللي فوق هيبقى عندي اي باور نيجاتيف 4 ماينس، لما اجي اعوض بالزيرو لازم اعوض باللي تحت. ليه؟ عشان انا عارف ان اي حاجه باور زيرو دي قيمتها باور، كل ده دي سي. ده بالنسبه لما اجي اعمل انتجريشن بالنسبه لثيتا، ده بالنسبه لثيتا ده كونس. طيب لما اجي اعمل لكونسن بعمل انتجريشن بالنسبه لثيتا هيطلع بايه؟ يبقى دي نيجاتيف هاف من 0 لباي اوفر 2، هيبقى عندي اي باور نيجاتيف 4 ماينس 1، ده سالب بس هضربه في ثيتا عشان عملت الانتجريشن بالنسبه لثيتا. هعمل ايه؟ هعوض عن كل ثيتا باي اوفر 2 ماينس لما اعوض بزيرو. فبقى شكل الانسر بتاعي في الاخر ادي نيجاتيف هاف اي باور نيجاتيف 4 ماينس 1 تايمز باي اوفر 2. ليه؟ عشان لما اعوض بزيرو يبقى الترم ده كله. في مشكله في ده؟ يبقى احنا كده اخذنا اكزامبل مره على الجزء بتاع ان لو المساله جت بولر، ومره على الجزء بتاع لو المساله جت كارتيزيان اللي هي دي اكس دي واي. ان شاء الله المره الجايه هنشتغل في الجزء اللي بعد الطبل انتجريشن اللي هي الجرين ثيوري. شكرا.